لم يكن يتخيل مرتاد حديقة الجيزة يوما ما أنهم سيقفون أمام هيكل عظمي لديناصور قرض منذ آلاف السنين. ديناصورات وثدييات وحشرات، حياة برية متكاملة باتت الآن تحتضنها حديقة الجيزة داخل متحف الحيوانات المحنطة. عندنا ساوند سيستم في موسيقى عشان الزوار برضو يحس بنفس البيئة مع الموسيقى الموجودة. احنا كان عندنا دليل المتحف بس خلص، وان شاء الله نعمل واحد تاني. عايزين برضو ممكن نعمل في الساوند سيستم معلومات عن كل فاترينا علشان الناس تبقى عارفة ايه الحاجات الموجودة عندنا والحاجات النادرة في المتحف. رواد المتحف أشادوا بأهميته وتميزه وندرة الحيوانات المحنطة به، حتى أن بعضها يعود لعشرينيات القرن الماضي، وجهة تعليمية وثقافية ليست للصغار فقط بل للكبار أيضا. تقريبا في حاجات مش موجودة في المتاحف تقريبا المنطقة حوالينا كلها، سواء أفريقيا أو الأعراب أو المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، تقريبا مش موجود فيها كم هذه المحنطات. بصراحة أنا يعني جيت حديقة الحيوان مثلا من وأنا صغير كتير جدا، يعني ما فيش سنة بتعدي مثلا لما أجي، إنما أنا أول مرة أخش المتحف، أول مرة يعني في فضول كده من بره كده، إن أنا شفت المتحف إن هو ملوش دعاية مثلا بالأهمية للحاجات الموجودة جواه، بس لما دخلته لا، يعني المتحف ده محتاج إن هو يتعمل له دعاية عن الحاجات الموجودة فيه والمعلومات الموجودة فيه والمجسمات اللي موجودة والحاجات اللي الواحد شافها عن قرب، ثدييات، حيوانات، حاجات كتير جدا يعني فيها معلومات، يعني حتى لو في اولاد في دراسه حاجه زي كده الحاجات دي تفيدهم جدا. دائما ما كانت مصر رائده في العديد من المجالات، حيث يعد هذا المتحف الوحيد من نوعه في الشرق الاوسط. حديقه حيوان الجيزه والتي انشاها الخديوي اسماعيل منذ 1891، وعلى الرغم مما تواجهه من صعوبات في الاونه الاخيره، الا انها كانت ولا تزال تنبض بالحياة حتى يومنا هذا.